يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان على والدي دين ولم أعرف صاحبه، ثم إنني قد عرفته الآن، فهل أتصدق عن صاحب الدين أم ماذا أعمل؟ إذا عرفته توديه له إن كان موجود، وإن كان ميت تعطيه لورثته ولا تصدق به، إلا إذا لم تجده ولم تجد له وارثا تصدق به. نعم.